توتا وبوتا وتوتا وبوتا وبوتا وتوتا توتا وبوتا وتوتا وبوتا. شفت توتا وبوتا يا بابا في التلفزيون؟ شفت مين يا حبيبتي بتقولي؟ توتا وبوتا يا بابا، توتا وبوتا. لا لا لا، ما شفتش توتا وبوتا. مين توتا وبوتا دول؟ بيجوا في التلفزيون. ايوه، يعني بيعملوا ايه يا توتا؟ بيغنوا اغاني جميله وبيعملوا كرتون وبيعملوا حاجات جميله قوي للاطفال يا بابا. قلتيلي بقى يا حبيبتي. ماشي، انتي عارفه ان انا ماليش في الكرتون. مش هتاخدني النهارده توديني الطماطم يا بابا؟ حاضر، طبعا يا حبيبتي هاخدك معايا. امتى طيب هنروح؟ شويه بس كده لما الماتش ده يخلص. لسه هستنى الماتش يا بابا. معلش طيب. يا روح بابا، انا ممكن ادخل اتفرج من البلكونه؟ ممكن يا حبيبتي. ايه قد ايه الجو جميل النهارده ورايق خالص. يا سلام، الله، ده في عربيات كتير قوي. يا سلام، واحد يتفرج على العربيات دي بقى. شكرا. هنا يا اسطى. ايوه هنا. حالا يا مدام. ايوه يا اسطى، يا ريت بقى توقفنا هنا كده علشان اوريكي البيت. قرب معايا اوريكي البيت الاول علشان تنزل لي الدولاب بالعربيه قدام الباب بالظبط علشان نعرف ندخله. انت عارف انا مش معايا حد. حاضر يا مدام، حضرتك اموريني. تعالى ورايا، تعالى. اهو الباب اهو، والبيت بتاعنا اهو يا سيدي. اديني فتحت لك الباب وظبطت الدنيا. هات لي انت العربيه، دخلها لحد هنا ودخل معايا بقى الدولاب. يا خبر يا مدام، بس ده ما ينفعش ابدا. ما ينفعش ليه يا فندم؟ الباب ده ضيق جدا والدولاب حجمه كبير. انا رايي ان احنا ندخله من البلكونه بدل ما يتجرح ويتبهدل. ممكن يتجرح يعني هنا من الباب؟ طيب خلاص، يبقى انت كده عايز حبل بقى وشغلانه، لازم اشوف حد معاك. طيب هسيبك دقيقتين على ما تدخل العربيه. خلاص انا هدخل بالعربيه على بال ما حضرتك تشوفي حد يشوف لنا الحبال وكده، وانا هظبط لك الدولاب ان شاء الله. خلاص ماشي. ايه ده طنط ليلى ظاهر شايله دولاب جديد. يا سلام، يا ترى الدولاب ده المازن ولا الفارس؟ انا بتهيألي كده عليه رسومات جميله قوي، ده شكله جديد وحلو خالص. لا، انا لازم اخلي بابا يجيب لي دولاب جديد انا كمان. اشمعنى انا؟ ايه ده، هو الراجل ده رايح فين كده؟ عربيتنا، عربية بابا. أنسى عليك يا عمو، يا وحش خبطت العربية. يا خبر أبيض، يا نهار أبيض، إيه ده؟ إيه اللي أنا عملته ده؟ يا خبر أبيض، دماغي كانت فين؟ بس دماغي كانت فين وأنا داخل بالعربية؟ يا نهار أبيض، الراجل ده هيعمل لنا مشكلة دلوقتي في العربية بتاعته دي. خلاص بقى يا ستي، خلاص، أنت عمالة تزمري. الحق يا بابا الحق، عربيتك اتخبطت واتدغدغت، اتفشفشت على الآخر. يا نهار أبيض، إيه اللي حصل ده يا توتة؟ خبط العربية يا بابا، وانا هشهد معاك في البوليس وهقول ان عمو خبط العربية بتاعتنا. ايه يا عم انت، استنى انا هنزلك. يا نهار ابيض، اجري يا شريف. يا حبيبتي يا عربيتي، ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده يا عم الحاج؟ يا خبر، ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ ينفع كده؟ والله يا باشا ما كنتش اقصد خالص. احنا كنا محملين دولاب، والدولاب كبير قوي، وانا اتلبخت فيه، وكمان كان فيه عربيتك واقفه في الطريق، ومش عارف اللي حصل ده حصل ازاي، فخبطت فيها، وزي ما انت شايف كده لقيتها اتقلبت على جنبها لوحدها. وانا مال انا مالي، ذنبي ايه؟ اللي يرضيك بقى يا باشا، اللي يرضيك. احنا على باب الله، وانت عارف العربيه والله اني شغال عليها كمان، ما هيش بتاعتي. طب اعمل ايه دلوقتي يعني انا بستسمحك بس نساعد بعضينا كده يا باشمهندس، ونحاول نعدلها لوحدنا. يعني اقول لك ايه بس، انت غلطان وكمان جاي بتتكلم. يعني اقول لك ايه، انا مش عارف. حصل خير، خلي قلبك ابيض يا باشمهندس. اسمك كريم ايه؟ ايه ده يا خبر ابيض، ايه اللي حصل ده؟ وايه اللي وقع الدولاب بتاعي كده في الارض؟ ايه ده؟ هو حضرتك اللي مع الباشمهندس يا مدام ليلى ولا ايه؟ ايوه يا استاذ شريف، احنا كنا جايبين دولاب وبندخله عندي في البيت. ينفع كده؟ ده خبط العربيه وبهدلها خالص. انا اسفه والله بجد، انا مش قلت لك يا باشمهندس تجيب الدولاب قدام البيت بالظبط؟ انت عملت ايه اللي دخلك في عربيه استاذ شريف كده؟ اللي حصل والله يا مدام، انا ما كنتش اقصد، انا كنت بحاول ادخل الدولاب بتاعي جوه لحد الشقه جوه. يا نهار ابيض، طب تعالوا بقى نشوف حل ونساعد بعض كده علشان نرجع العربيه دي ونعدلها. اتفضل معايا لو سمحت، تعالى. ايوه طبعا، جاي يا باشمهندس، جاي وراك. يلا بزي. ارفع. ايوه كده، ايوه تمام. بالراحه. الله يخليك. اهو بالراحه، العربيه بشويه. ايوه شاع عمري.
ما تقلقش ما تقلقش يا باشمهندس، يا عمرك ما راحش ولا حاجه، كل حاجه تمام والعربيه زي الفل وفابريكا. سيبني يا عم ملف ورا كده اشوفها، سيبني. الحمد لله الحمد لله، ربنا نجدك من ايديا. انت ما تعرفنيش في عصبيتي. استرها يا رب، استرها يا رب علينا من عصبيتك يا باشا. يا حبيبتي يا عربيتي. معلش بقى انا مضطر اقطع خلويتكم يا باشمهندس، عن اذنك بقى هستاذن انا عشان الدولاب بتاع المدام اللي واقع في الارض ده. لا لا اتفضل انت اتفضل. اخس عليك يا عمو، انت وقعت عربيه بابا وقلبتها على وشها، اخس عليك، ينفع كده تعمل كده في عربيه بابايا؟ والله يا حبيبتي ما كانش قصدي خالص كده كده، وكمان وقعت الدولاب بتاع طنط ليلى، انا هقول لمازن وفارس ان الدولاب بتاعهم وقع في الارض. معلش معلش انا اسف بقى يا باشمهندس، مضطر اسيبكم دلوقتي يا استاذ ان انا. اتفضل اتفضل ولا يهمك. خير يا شريف، العربيه حصل لها حاجه يا حبيبي؟ خير خير يا علا يا حبيبتي، هروح بس اشيل معاهم الدولاب ده، ما تقلقيش كله تمام. يا خبر، وكمان دولاب واقع، لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله يا طنط ليلى ان انت ما اتخبطتيش، ده كان المتهور ده ممكن يخبطك انت كمان ويموتك. الحمد لله الحمد لله يا توته، انت طبعا زعلانه على عربيه بابا. ايوه طبعا زعلانه، دول العربيه بقت وحشه خالص، وببص من البلكونه لقيتها اتقلبت على وشها، العربيه الكبيره الضخمه دي قامت جايه خبطه فيها وقامت قلباها خالص لبابا، وبابا طلع يجري كان زعلان قوي. الحمد لله انها جت لحد كده يا توتة. معلش بقى حصل خير، حصل خير يا حبيبتي، هما دلوقتي هيشيلوا الدولاب وهيدخلوه جوه عندي في البيت، والسواق ده بقى هياخد بعضه وياخد عربيته الكبيره دي ويمشي. يلا الحمد لله يا طنط ليلى الحمد لله. زق يا باشا زق يا باشا، شد ارفع حاضر ارفع. حاضر يا سيدي حاضر بشد اهو. يلا يلا هات عليا كمان شويه بس كده. انت قاعده بتعملي ايه يا توتة؟ اوعي مواد العربيه الصيانه علشان اطمن عليها. انا هاجي معاك الصيانه يا بابا علشان اطمن على العربيه الجميله بتاعتنا دي، لا يكون حصل لها حاجه وتعبانه، علشان نديها ابره كده وتفوق وتبقى كويسه، شكلها تعبت. ابره؟ طب يلا انزلي انزلي. حاضر حاضر هطلع لماما حالا. ودي كانت لعبتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اكتر شخصيه حبيتوها، وتعملوا لنا شير ولايك للفيديو، وما تنسوش كمان تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي فاتت هتعجبكم خالص. ولكل اصحابنا اللي بيشوفونا لاول مره، ما تنسوش تضغطوا على زرار الاشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكوا كل العابنا الجديده اللي بنقدمها لكم كل يوم. واستنونا بكره يا اصحابي مع لعبه جديده وفيديو جديد من قناتكم الجميله قناه العابي. باي باي يا اصحابي.